بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الأعزاء، رح نحكي عن سكشن 4.7 اللي هي الأوبريشنز أون ريليشنز، العمليات على العلاقات. أوكي، أول عملية نجريها على الريليشن اللي هي الكومبلمنتري، اللي هو متممة الريليشن. فإذا كانت R هي ريليشن معرفة من A ل B، الكومبلمنتري ريليشن يرمز لها ب R complement، نحط R وداش فوقيها نقراها R complement. هي relation from A to B، وتعرف إنها A و B بيرتبطوا تحت ال R complement إذا A B does not belong to R. يعني بتاخذ كل الأزواج اللي مش موجودة في R وتحطهم في إيش؟ في متممة R اللي بنسميها ال R complement. In other words, R complement is the complement of R. Okay. For example, R معرفة على A to B، و A فيها 1 2 3 و B فيها A و B. defined R، R فيها 1 و A، 1 و B، 2 و B، و 3 و B. فأنت بتروح بتاخذ A cross B، وكل الأزواج المكونة اللي هنا راح يكون 6، صح؟ احنا بس حطينا ب R 4، فالمتممة راح يكون فيها بس 2 زوجين. مين هن اللي ما ذكرنش في ال R؟ عندك واحد ارتبط مع ال A وواحد ارتبط مع ال B، الاثنين ارتبط مع ال B. طب الاثنين ما ارتبطش مع ال A، فاثنين مع ال A بتحطها في R complement. الثلاثة ارتبطت مع ال B، طب الثلاثة ما ارتبطتش مع ال A، فالثلاثة بتربطها مع ال A، وهذول هم بشكلنا R complement. كل الأزواج اللي مش موجودات في R بتحطهم في ال R complement، بس ممكن يكون already بال universal set اللي هي ال A cross B اللي هي حصل ضرب A في B. ال intersection relation شو إذا عرفنا على هذه العلاقة الـ intersection؟ الـ intersection راح يحدث بين between two relation، R و S كلاهما relation معرفات من A ل B. فالـ intersection relation هو كما relation from A to B، defined إنه A ترتبط مع B تحت تقاطع بين R و S. أوكي، بحيث إنه الزوج المرتب A و B مربوط تحت R، وكذلك الحال كمان لازم يكون إيش ارتبط مع بعض تحت تأثير S. أوكي، فكل الأزواج المشتركة بين ال R وال S هن هاي ال intersection relation، ويرمز لها ب R intersect ال S، وهي ال intersection between R و S. وإكزامبل عليها R و S معرفات من A ل B، R عطناك إياها أزواجها والأس عطنا الأزواج لإلها، فR تقاطعا مع الأس أو R intersect الأس من الأزواج المرتبة اللي هن المشتركة بين الR والأس. منلاحظ إنه واحد و A اشتركت بنحطها، اثنين و B اشتركت بنحطها، ثلاثة و B مشتركة بنحطها، وأربعة و A مشتركة بنحطها. هي R تقاطعا مع الأس. وكذلك الحال الـ union relation، فإذا كان عندي two relation R و S معرفات على المجموعات من A ل B، فاليونيون ريليشن إنه A ترتبط مع B تحت تأثير R union S، إذا فقط إذا A ارتبط مع B أو A ارتبط مع B تحت تأثير S، تحت تأثير R أو تحت تأثير S. In other words, R union S is the union of two relation R و S. وإكزامبل عليها R و S معرفات على المجموعات من A ل B، وهي هم عناصرهم. R معطناك عناصرها، S عطناك عناصرها، ف R union S الأشياء اللي موجودة في R أو إن وجدت إيش في S، فبتأخذ كل الأزواج الموجودات في R بتحطهن، كل الأزواج الموجودات في S بتحطهن، لكن ما بتتكرر إيش الأشياء المكررة، ما بتتكررش غير مرة واحدة. ف 1 و A، 1 و B، 2 و B، 3 و B، و 4 و A. طيب مين كمان بضيف عليهم 3 و A؟ 3 و A لأنها ما ذكرتش في R، ذكرت في S، بتضيفها عليهم وبشكل عندي R union S. أوكي؟ عملية الاتحاد، عملية التقاطع بين المجموعات ما أخذتها. الـ inverse relation، أوكي؟ يعني عندي أنا relation R معرفة من A ل B. طيب الـ R الـ inverse لإلها، ويرمز لها R كأنها مرفوعة بناقص واحد، لكن ما بتقراها هاي بهذا الشكل، بسميها R الـ inverse. أوكي؟ وهذه الـ R الـ inverse بدها تكون معرفة بالعكس. إذا الـ R relation تعرفت من A ل B، الـ R inverse شو بدها تعرف؟ من B ل A. و A بترتبط مع B تحت الـ R inverse إذا B ارتبطت مع A تحت تأثير R. أوكي؟ يعني بتعكس فيها. أوكي؟ يعني A و B بيرتبطوا تحت تأثير الـ R inverse إذا كان الـ B ارتبط مع الـ A تحت تأثير R.
اوكي، على هذا الاساس عندي r معرف عن a ل b، و a هيها و b هيها. r بعطيك اياها الازواج الاربعه هيهم امامك. r الانفرس بده يصير ايش؟ معرفه مش من a ل b، من b ل a بالعكس. اوكي، وال r الانفرس الان تعكس ترتيب الازواج، يعني واحد ارتبط مع a بال r شو بده يصير؟ A بده يرتبط مع واحد بال R الانفرس، واحد ارتبط مع B في ال R بده يصير B يرتبط مع الواحد في ال R الانفرس، واثنين مع B شو بده يصير؟ B مع اثنين، وثلاث مع B بصير B كم مع ثلاث. في ال R الانفرس انه إذا كانت X ارتبط مع Y بده يصير Y يرتبط مع X، اوكي؟ وهنا العنصر الأول والعنصر الثاني بترتيبهم بال R الانفرس، والعنصر الثاني هو ماخذ البوزيشن الأول مع العنصر الأول اللي بال R، شو بده يصير بالعنصر البوزيشن له بالثاني، أوكي؟ example إذا أعطيتك A فيها A B C D و R و S two relation معرفات بهذا الشكل، أعطيتك diagram لل R diagram لل S. الآن طلعنا ال R complement. طيب الآن تشوف أزواج الموجودة في ال R واللي ما انذكروا، أوكي؟ بتحطهم، يعني A أول إشي بلش بال A، A ارتبطت مع B، بدأت ارتبطت مع D، بدأت ارتبطت مع E بس، صح؟ فبترد تربط ال A مع نفسها، بتحطها بال R complement، A مرتبطتش مع C بتضيفها بال R complement، A مرتبطتش A مع B، A مع نفسها و A مع C فقط، أوكي؟ أما الباقي ارتبطت معهم، هنا خمس عناصر. الآن بتروح على ال B، ال B موجود على الرسمة عندك، ارتبطت مع ال C وارتبطت مع ال D وارتبطت مع ال E، لكنها مش موجودة B ارتبطت مع ال A، فبتحطها B مع A و B مع نفسها وخلصنا، اوكي؟ بتروح على ال C، لقينا ال C ارتبطت مع نفسها، بس، كمان الحكي بدك تاخذ ال C ترتبطها مع ال B، وترتبطها مع ال A، ترتبطها مع ال D، تربطها مع ايش ال E وتحطهم، اوكي؟ بترد تروح على ال D، لقيناها ارتبطت مع نفسها. هل ارتبطت مع مين كمان؟ مع ال C، فمعنى الحكي بدك تربطها مع ال A ومع ال B، صح؟ ومع ال E وخلص، اوكي؟ بتروح على ال E، ال E ارتبطت مع نفسها، لكنها ما ارتبطتش مع ال A بتربطها، ومع ال B بتربطها، ومع ال C بتربطها، ومع ال D بتربطها، فرح تربطها مع هذول الأربعة، اوكي؟ يعني كل شيء كل الأزواج المرتبة اللي ما ذكروا في ال R بتحطهم بال R complement. ال R الانفرس نفس الأزواج الموجودة بال R بس بتعكس ترتيبهن. A مع B شو بتكتبها؟ B مع A. و B مع C شو بتكتبها؟ B A مع B. وإيش كمان؟ A مع D شو بتكتبها؟ D مع A. بس هنا انتبه في قوس، أوكي؟ و E مع ال A بدل A مع E. بعدين بتروح على C، C مع C مع نفسها، حتى لما تقلبها تطلع C مع C، C مع ال B و C مع ال D وخلاص. بترد تروح على ال B، ال B مع ال D مربوطة، بتحطها D مع B، اوكي؟ رحنا على C، C مع C و بس C مع C، D مع D بتروح تاخذ C مع D، خلصنا منها، بتروح على ال E، ال E مع نفسها، اوكي؟ هاي ال R الانفرس، نفس الأزواج الموجودة في R بس أنت إيش؟ بتعمل فليب للأزواج، بتحط اللي بالبوزيشن الثاني بالأول واللي بالبوزيشن الأول بتحطه بالثاني، هاي بتطلع نفس R الانفرس. ناخذ R تقاطعا مع S، الأزواج المرتبة اللي ما انذكرت هون وهون، الإجز اللي انذكرت هون وهون، A مع B، A مع B، انتبه انه هذا الإج نفسه، فA مع B excuse me، و B B مع E، B مع E انذكر بالجهتين، و C مع C فقط، هذولا ثلاث أزواج انذكروا بالجهتين. وجد إن R union S هاي homework إلك، سهل إنك تحط كل العناصر الموجودة في R وتضيف عليهم العناصر الموجودة في S اللي ما ذكرت في ال R. طيب إذا أعطيتك ال R وال S معرفين بشكل matrix ومعرفين على ال A وال A فيها 1 2 3
والريبريزنتيشن للام الار معطاه لك والام الاس موجوده هون. اوجد لنا الماتريكس لار تقاطعا مع الاس. انتبه ام ار انترسكت الاس مكتوبه بهذا الشكل. فالان بدك تشوف الاشياء اللي انذكرت هون وانذكرت ان ذا سيم تايم هون. اوكي، فهون عندي بالصف الاول بالام الار عندك واحد، بالصف الاول العمود الاول واحد، هون بالصف الاول العمود الاول عندك بالام الاس صفر. يعني هاي انذكرت هون ما انذكرت، شو بمعنى الحكي شو بنحطها؟ صفر. اوكي، ار تقاطع بيناتهم. بعدين الصف الاول العمود الثاني صفر، هون واحد بتضلها صفر. الصف الاول العمود الثالث واحد واحد، خلص بحطها واحد. يعني ذكرت ان بوث فبنحطها واحد. ام الار الصف الثاني العمود الاول زيرو، هون واحد خلص صفر، هون واحد هون واحد 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 زيرو زيرو، واخر صف هو كله زيرو 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 بغض النظر عن ام الاس، خلص كله اصفر. فمعنى الحكي بس فيها عنصرين نذكرن هون وهون، اللي هو انه ارتبط مين واحد مع ثلاث، وارتبط اثنين مع اثنين، هذول نذكرن in both. اذا اخذنا الاتحاد واحد او صفر بده يكون، اذا صار هون واحد وهون صفر خلاص بتحطها واحد. واحد او صفر، هون واحد zero or one one, one or one one, zero or one is one, one or one one, one or zero is one, zero or zero is zero, zero or one one, zero or zero is zero. اوكي، تنتبه معي شو بعمل. الاتحاد اذا كان هون واحد او صفر بتحطها واحد، او واحد وواحد بتحطها واحد، غير هيك صفر صفر بتحطها صفر. اما الار كومبلمنت، الكومبلمنت الان شو بتعمل؟ اذا كانت بالانتيتي كان محلها واحد شو بتعكسها لصفر، واللي كانت صفر شو بتعكسها لواحد. فواحد شو بتحط هون بالصف الاول العمود الاول، هناك واحد شو بتحط هون صفر، هناك كان صفر شو بتحطها واحد، هناك واحد شو بتحطها هون صفر، يعني بتعكسها. اوكي، هون كانت صفر شو بتخليها واحد، هون كانت واحد شو بتخليها صفر، هون كانت واحد شو بتعكسها لصفر، هناك كلها اصفار شو بتعكسهن لوحدات. اوكي، واضح. وام الار هاي الكومبلمنت، الكومبلمنت اللي مش موجود بام الار بتحطه واحد، واللي موجود بتحوله لصفر. الواحدات بتحولها لاصفار، والاصفار شو بتحولها لوحدات. هاي الكومبلمنت، الام الكومبلمنت. طب ام الانفرس شو الانفرس للار؟ الان بس انت بتغطي المين دايجونال بالام الار الاصليه، اوكي، وبتروح اللي فوق المين دايجونال اذا كان واحد بتحطها معاكس لها، باللي تحت المين دايجونال بتحطها ايش؟ اذا كانت واحد بتحطها هناك مقابلها بتصير واحد وبتحولها لصفر. اما اذا هي صفر بتضلها صفر. انتبه، بتغطي المين دايجونال. كانت اوريدي، انتبه للصف الاول العمود الثاني كان صفر، اللي قبالها بالصف الثاني العمود الاول بتحطها صفر، لانها صفر ضلت صفر. لكن انتبه للصف الاول العمود الثالث كانت واحد، فاللي قبالها بالصف الثالث العمود الاول شو بده يصير؟ كانت هناك واحد، شو بتنقل الواحد للاذر سايد بصير واحد، ومحلها شو بتحط؟ صفر. اوكي، وكذلك الحال الصف الثاني العمود الثالث كان هناك واحد صفره، وبتحط محل مين؟ الصف الثالث العمود الثاني بتحط واحد. اوكي، كانك بتسيح على المين دايجونال اللي كان وحدات فوق، بتوديهن لتحت وحدات وبتصفر. اوكي، لانه شو بده يقول لنا؟ بده يتغير ايش الترتيب. اي بي شو بده يصير؟ بي مع اي. اوكي، هون واحد مع واحد، او واحد مع اثنين، شو بده يصير؟ اثنين مع واحد. اوكي، عشان هيك، او هي كمان شوي كانك تاخذ الصف بتبدله بالعمود، الصف بتبدله بالعمود. اوكي، هي الترانسبوز نفسها، رح نجيها كمان شوي. اوكي، مفهوم كيف نطلع اتحاد التقاطع والكومبلمنت والانفرس ل بشكل اذا اعطيتك ماتريكس. Some properties of operations the following are true. الماتريكس ل R تتقاطع مع ال S هو M ال R meet M ال S. الماتريكس ل R union S هو نفسه M ال R join ال M ال S. الماتريكس لل R الانفرس هو الماتريكس لأم ال R لترانسبوز، ترانسبوز لأم ال R. الأم ال R complement هو الكومبلمنت لأم ال R. اوكي، يعني احنا اخذنا الماتريكس وعملنا عليهم operation، فنفس الفكرة
يعني إذا طلعت أم ال R ال inverse هي نفسها transpose لأم ال R، وأم ال R complement هو ال complement لأم ال R، وإذا عملت أنت الماتريكس التقاطع هو نفسه الماتريكس الأولى join meet مع الماتريكس الثاني، والماتريكس ل R union ال S والماتريكس الأولى join مع الماتريكس الثاني، أوكي؟ join وال meet اللي أخذناهم بالأول. على هذا الأساس أم ال R معطيك إياها، أم ال S معطيك إياها، أم R تقاطع ال S قلنا أم ال R ميت أم ال S. فإذا كان هون صفر هون صفر صفر، إذا هون صفر هون واحد صفر، غير هيك واحد واحد تعطيها واحد، أوكي؟ فهي أم ال R تقاطعا 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 أعطيناها واحد وهكذا. وإذا أخذنا أم ال R ميت مع أم ال S بعطينا نفس الإشي، أم ال R union S مكتوبة عندك، إذا أخذت أم ال R join مع أم ال S 1 0 1 0 1 1 1 1 وهكذا خلناها. أم ال R الماتريكس لأم ال R الانفرس هي نفسها لترانسبوز لأم ال R، بتبدل الصف بالعمود 1 0 1 تصير 1 0 1 0 1 1 تصير 0 1 1 0 0 0 0 0 0 اوكي. فبتبدل الصف بالعمود صف بالعمود، هاي اللي بتطلع ال R الانفرس. الماتريكس ل R complement هو الكومبلمنت لام ال R، وحول الاصفار لوحدات والوحدات للاصفار وهكذا. Some properties of operations، في عندي نظري بتقول لنا اذا كان R و S two relation معرفات من A ل B، افرض الاوميجا هي اللون الابيض، الازرق مين هي relation R اللي هي باللون الأحمر، وكانت مالها subset من ال S. okay. إذا ال R كانت subset من ال S اللي باللون الأحمر، هي subset من اللون الأزرق اللي هي ال S. طيب ال R ال inverse كمان رح تكون subset من ال S ال inverse. ما هي ال R لما طلعنا ال R ال inverse نفس الأزواج، بس أنت شقلبت الترتيب فبدأ تظلها subset، صحيح. أما إذا كانت ال R subset من ال S، فالاس الكومبلمنت الان راح تصير هي سبست من الار الكومبلمنت. ليش؟ انت اخذت الار وكانت هي الصغيره وداخل الاس الكبيره، الان الار الكومبلمنت راح تصير هي اكبر من مين الاس الكومبلمنت، لانه الكومبلمنت كل العناصر اللي بريت الار، فبده يصيروا اكبر من الكومبلمنت للاس، فعشان هيك شو بده يصير اس الكومبلمنت هي سبست من الار الكومبلمنت. انتبه لها. إذا أخذنا R تتقاطع مع ال S وأخذنا لهم كلهم ال inverse، هي نفسها تأخذ ال inverse الأولى تقاطعها من ال inverse الثانية، وكذلك الحال إذا أخذنا ال union بين R و S بعدين أخذنا لهم ال inverse، هو نفسه ال R ال inverse union ال S ال inverse، يعني ال inverse للتقاطع وال inverse الاتحاد هو نفسه اتحاد ال inverse وتقاطع ال inverse. إذا أخذنا الكومبلمنت لR تقاطعاً مع الأس، هاي بنفس دومارجن لو، بتصير R complement التقاطع شو بده يصير؟ union S complement. وكذلك الحال إذا أخذت أنت الكومبلمنت لR union S شو بده يصير؟ تقاطع الR complement مع الأس complement. فعندك أم الR وأم الأس موجودات، بدنا الأم الR الانفرس بس بتبدل الوحدات، يعني بتبدل البوزيشن يعني زي ما قلنا، او بتعمل ترانسبوز 101 بتحطها بتصير بالعمود الاول، 011 العمود الصف الثاني بتحطها بالعمود الثاني، و00 كلهم بالعمود الثالث. واما الاس الانفرس نفس الفكره، ار التقاطعا بتوجدها بس تقاطعها راح يكون 11 بس في الصف الأول العمود الثالث والصف الثاني العمود الثاني، أوكي؟ طيب إذا أخذنا الانفرس، أوكي الانفرس لإلهن هيو، إذا أخذت الار الانفرس عملت لها تقاطع مع الاس الانفرس، تروح على أول تنتين تعمل لها تقاطع كمان بيطلع نفس الفكرة للي قبلها، أوكي؟ يعني هون حتى نثبت النظرية نثبتها بس بمثال. إذا أخذنا ار اتحاد مع الاس هيها، اذا اخذنا ار اتحاد الاس الانفرس لها الماتريكس لها، اوكي بهذا الشكل. اذا اخذنا الار الانفرس يونيون الاس الانفرس الماتريكس ل
2 أم الآر الإنفرس مع اتحاد مع أم الأس الإنفرس راح يعطينا نفس الإشي إذا أخذنا آر يونيون الأس الإنفرس ساعتنا، أوكي؟ حتى نثبت إنه they are more equal، أوكي؟ أعطيتك كمان مثال آخر، أم الآر وأم الأس معطاة into matrices، أم الآر الكومبليمنت وأم الأس الكومبليمنت توجدها لهم، بس بتعمل ترانس الكومبليمنت بتحول الزيروز لوحدات والوحدات لزيروز. أخذنا اليونيون حطيناه قبل شوي، أم الآر كومبليمنت الكومبليمنت لآر يونيون الأس، الكومبليمنت اللي هما بتروح الآر يونيون أس، الوحدات حولهم أصفار الأصفار حولهم وحدات. إذا أخذت الآر كومبليمنت والأس الكومبليمنت موجودات معك، خذ لهم التقاطع، تقاطعهم شو راح يكون بس موجود معك وهو نفسه مكافئ لمين؟ لأم الآر يونيون الأس الكومبليمنت كومبليمنت لاتحادهم. The same thing R تقاطعا مع الأس الماتريكس سألها، تأخذ الكومبليمنت لR تقاطع مع الأس شو بطلع معك، خذ الـ two complements وعمل الاتحاد بعطينا نفس اللي قبلها. الحكي هي الخصائص أثبتناها النظرية اللي قبل. خصائص reflexive relations، reflexive اللي هي مقصود أوكي ترتبط مع بي كمان إيش لا هذيك سيمتريك الريفلكسيف إنه أي كل عنصر يرتبط مع نفسه يعني الريفلكسيف. Let R و S be two relations on a set A. إذا كانت R reflexive then the R inverse is reflexive. إذا كان ال R وال S reflexive then اتحادهن وتقاطعهن كمان راح يكون إيش reflexive. إذا كانت ال R reflexive if and only if R complement راح يكون إلها irreflexive صحيح. أوكي إذا كانت الـ two sets عندك two relation وكلاهما reflexive فبالتأكيد الـ inverse لأنهم راح يكون reflexive إنه العنصر بده يرتبط مع نفسه، وكذلك في الـ inverse بده يكون نفسه. إذا كنتين كانوا reflexive فاتحادهم تقاطعها reflexive، إذا R كانت reflexive فهذا بيؤدي إنه الـ R complement إلها راح تكون irreflexive. لا كله يعني كل عناصر ارتبطوا معهم بالـ R فبالـ R complement مش راح يرتبط مع بعض. طيب على هذا الأساس نشوف مثال فيها A 1 2 3 R أعطتك إياها S أعطتك إياها بهذا الشكل. الـ R الـ complement الـ R الـ inverse 1 مع 1 3 مع 1 2 مع 1 صارت إيش 1 مع 2 2 مع 2 فستيل ريفلكسيف R الـ inverse. الـ R الـ complement كل شيء بريت الـ R R الكومبليمنت 1 مع 3 2 مع 3 1 مع 3 مش موجوده بالR الكومبليمنت لازم لان هو 1 مع 3 موجوده بالR فهذا الاول زوج مش لازم يكون في الR كومبليمنت اسفين هذا الخطا 2 و3 صحيح 3 مع 1 3 مع ايش مع 2 بس عندك الأزواج 2 مع 3 3 مع 1 3 مع 2 وهي ايش بدها تكون الريفلكسيف ما فيش ولا عنصر ارتبط مع نفسه الR تتقاطع مع الأس شو الأزواج المرتبة المشتركة 1 1 2 1 2 2 3 3 راح تكون ريفلكسيف والاتحاد بالتأكيد راح يكون ريفلكسيف لأن كل عناصر اللي هون واللي هون اوكي فاتحاد وتقاطعهم راح يكون ريفلكسيف الكومبليمنت لإلهم الريفلكسيف أما الإنفرس لإلهم راح يكون ريفلكسيف. طيب بالنسبة للسيمتريك إذا A ارتبط مع B فبتلاقي B إنه يرتبط مع A هاي بالريليشن R is symmetric if and only if R يساوي الـ R inverse. إمتى بدها تكون symmetric؟ إذا تساوى الـ R مع مين؟ مع الـ R inverse فخلص بدها تكون إيش الـ R symmetric. الـ R بدها تكون anti-symmetric إذا وفقط إذا R تقاطع مع الـ R inverse راح يكون subset من دلتا مين دلتا للإيكواليتي ريليشن والإيكواليتي ريليشن إنه يعني كل عنصر يرتبط مع نفسه أوكي فأنتي سيمتريك إذا الـ R تقاطع مع الـ R الكام مع الـ R الانفرس وكان سبست من دلتا يعني المين دايجونال بالـ R إذا عبرنا عنها ماتريكس المين دايجونال راح يكون فيه وحدات الـ R بدها تكون asymmetric إذا وفقط إذا تقاطعت الـ R مع الـ R inverse كان تقاطعهم فاين ولا في شيء من الناتج المشترك. فأي relation بدها تكون symmetric إذا الـ R تساوي الـ R inverse.
بتكون انتي سيمتري كده ال r تقاطع مع ال r inverse كان subset من ال equity relation. وبدها تكون r asymmetric اذا وفقط اذا r تقاطع مع ال r inverse كان يساوي 5. اوكي يعني علمين دا يكون لازم يكون ايش كله zeros. Let R و S be two relation on A. إذا R كان symmetric then the R inverse is also symmetric. إذا R الأصلي كان symmetric بالتأكيد R inverse would تكون symmetric. إذا R كان symmetric فالR complement إلها راح يكون also symmetric. إذا R و S are symmetric then اتحاد وتقاطعهم is also symmetric. Okay. فإذا كان two sets أول واحدة مثلا نفرضها symmetric فالR inverse إلها symmetric. إذا R symmetric فالR complement إلها is symmetric. ال R وال S symmetric في اتحاد تقاطعهم also symmetric. ومثال على هذا A معرف فيها 1 2 3 R و S عرفناهم بهذا الشكل. ال R ال inverse 1 مع 1 2 مع 1 3 مع 1 1 مع 2 2 مع 2 1 مع 3. منتبه انه ال R is symmetric 1 مع 2 لقينا 2 مع 1 1 مع 3 لقينا 3 مع 1 و 2 مع 2 2 مع 2. فال R وال R ال inverse are both are symmetric. 2 مع 3 ال R complement و 3 مع 2 و 3 مع 3 كمان راح تكون symmetric. ال R symmetric ال R complement symmetric الاتحاد ان تقاطعهم كمان راح تكون symmetric. تقاطعهم مع بعض 1 1 1 2 2 مع 1 و 2 مع 2 also symmetric. والتأكيد الاتحاد كمان راح يكون symmetric. فإذا R و S symmetric اتحاد ان تقاطعهم symmetric. وإذا R symmetric فالinverse والcomplement لإلها شو بده يكون symmetric. أما بالreflexive إذا ال R reflexive فال R complement irreflexive. مطلوب منك تحل هذه الـ exercises في page 155. أوكي يعطيكم العافية.